مرحبا بالجميع، انا بشار ابو السعود، واليوم بنتكلم عن الحذاف الفلاوي. وهذا الحذاف، هذا حذاف كيميائي. وظيفه الحذاف، الحذاف وظيفته هو نقل العزم من الكرنكشافت الى الكلتش، وبالتالي ينقله الى ترانسميشن ناقل الحركه، وبالتالي يحرك الاطارات. بهذه الحركه تتحرك السياره ان كان جير عادي او جير اوتوماتيك. اليوم احنا بنتكلم على حذاف الجير العادي. تركيب الحذاف لازم يتم عبر مفتاح العزم. طريقه تركيب الحذاف لازم يكون عن طريق مفتاح العزم باستخدام طريقه النجمه، ان احنا نركب المسمار والمسمار اللي يقابله، بنركب المسمار والمسمار اللي يقابله، فعلى طريقة النجمة. بهذا الشكل احنا قاعدين نوزع التورك على كل المسامير بطريقة صحيحة. ايضا الكلج نركبه على الحذاف بنفس الطريقة، وبالتالي احنا نحمي نفسنا من اي فشل يحدث في التركيب واي حوادث مؤسفة لا قدر الله. وزن المحرك بشكل عام، هذا المحرك أثقل من ذاك، إحنا هني ما له علاقة بكثر ما له علاقة بوزن المحاور الموجودة في المحرك. يعني إحنا لما نتكلم على وزن الكرانك، وزن بكرة الكرانك، وزن الحذاف، هذه الشغلات هي اللي تأثر في استمرارية التورك. وزن المحور مهم، الكرانك شاف، بكرة الكرانك، حذاف، هذه المحاور تدور حول نفسها، تحتاج إلى عزم لتدويرها، تاخذ جهد في بدايه التدوير. حذافات الوكاله ثقيله، السبب انهم يبغوها تختزن تورك، تختزن عزم علشان تساعد في تحريك السياره على ار بي ام اعلى. فالحذاف الثقيل يساعد في دفع السياره الثقيله بالذات، مثل الاطار الثقيل. الحين انت لما عندك اطار ثقيل جد دحرجه، بدايه الدحرجه يكون ياخذ مجهود، ولكن بعدين بس حركة بإيدك، حركة بسيطة ويمشي مسافة طويلة. بس لما تجيب تاير حق سيكل صغير، ده التحريك سهل لأنه جدا خفيف، بس ما يمشي مسافة، مو زي الإطار الثقيل لأنه ما يختزن عزم، ما في وزن. حاجتنا للحذاف الخفيف في عدد دورات منخفضة، بالذات في محركات التيربو، لأن التيربو يتأخر في إنتاج العزم، والسبب ان التيربو ما يشحن الا على عدد دورات مرتفعه، بالذات السيارات المعدله. الحين احنا لو على سبيل المثال عدلنا محرك شفر، محرك 2J الى 500 حصان، راح نلاحظ ان محرك 2J ما راح يطلع 200 حصان في اقل من 3000 RPM. انا ما انا قايل يعني مستحيل، ولكن انتم تقدروا تراجعوا اوراق الدانو اللي منتشره في الانترنت. ما رقم 500 حصان على 2G 3.0 ما راح تحصل، ما لاحظنا انتاج يصل الى 200 حصان في اقل من 3000 RPM. بس لما نجي نسوي محرك ستروكر وانتجنا منه 500 حصان في محرك شفر LS، راح نلاحظ انه هو ايش، على 3000 RPM يطلع بالراحه فوق ال 250 حصان من اجمالي 500 حصان في التوتل. يعني اذا المحرك فيه 500 حصان على 3000 RPM، باح شوف شيء طبيعي جدا يطلع لي 250 تورك او 250 حصان. فهي سالفه انا متى انا احتاج الحذاف الخفيف، احتاجه في بدايه الاربعين، بالذات في المحركات اللي يتاخر فيها انتاج العزم. انا لما يكون عندي سياره خفيفه بدايه الحركه، هذا اللي انا احتاجه كمحرك انا مجهزه الى الانتاج الرياضي، كسياره انا مجهزها تجهيز رياضي، انا احتاج العزم في بدايه الاربعين، انا احتاج الاثر يكون في بدايه الاربعين، فلازم الاكسلريشن من بدايته يكون سريع. هني فرق الكيلو والكيلوين بيفرق وياي في الحذاف، وانا برفق اليكم مجموعه من الجرافات حق الداين بالنسبه لل 2J والLS1 على مستوى 500 حصان.
فرق الوزن بين حذاف الكيومبي وحذاف الوكالة 2 كيلوغرام. حذاف كيومبي وزنه 6 كيلو، حذاف الوكالة وزنه 8. لما نجي محركات اليابانية غالبا احنا نشوف محرك كلتشات دبل الى هذه المحركات. كلتشات السنجل لا يعتمد عليها الاعتماد الكبير فوق 500 حصان، يعني انا بروح مثلا 600-700 ما اشوف كلتشات سنجل تتحمل هذا الشيء، والسبب واضح طبعا لان قطر الكلتش في الياباني صغير غالبا، بينما في السيارات الامريكية الكلتش في السيارات الأمريكية تلاقي حجمه كبير، في السيرفيس اريا تبعه كبير، فالحين المساحة اللي يضبط فالحين المسافة اللي يضغط فيها البرشر بليت على الحذاف كبيرة، الديسك أكبر. فبهذه الطريقة أنا عندي مساحة الخدمة على الحذافات الأمريكية أكبر من الحذافات اليابانية، فشي طبيعي أشوف سنجل بليت حق شفر او حق فورد يتحمل الى 800 تورك، ودبل بليت حق 2J اشوفه يعني مثلا قدرته 800-900 تورك، شيء طبيعي يعني شيء عادي. طبعا الكلتشات انواع، ممكن نحصل حتى دبل وتريبل، بس غالبا الشفر والفورد اغلبيه الكلتشات اللي منتشر اللي موجوده سنجل بليت. في كلتشات دبل بليت ولكن اسعارها جدا غاليه. بالنسبة للفرق بين حذاف الألمنيوم والحديد، الألمنيوم أخف بكثير ولكنه أغلى بكثير. السبب دائما الحذاف الألمنيوم إذا بيصنعوه علشان يتحمل هذا العزم اللي راح يجي يصنعوه بلت ألمنيوم، ودائما يحطوا عليه طبقة من الحديد. هذه التقنية الصناعة هذه جدا مكلفة مقارنة بالفورجد ستيل أو بالأنواع الستيل كاست او النيديولر ايرون ودينين. هذا صنع اول حاجه التقنيه اللي ينصنع فيها ما هي غاليه، ثانيا ما يحتاج الى شغل فابريكيت بعد التصنيع، يعني انا ما بحتاج اضيف قطعه فوق قطعه علشان انه يجهز عند الكلتش. طبعا كتحمل لسوء الاستخدام الحديد رقم واحد طبعا، وكطول عمر الحديد رقم واحد طبعا، ولكن اذا استخدامنا استخدام يومي أنا أنصح دائما بالحديد صراحة. حذاف كيومبي مصنوع من فولاذ عالي الجودة 600/3 يمكنه أن يتحمل قدرة حصانية عالية أكثر بكثير من الحذاف الأصلي، موزون بدقة عالية تسمح له الاستخدام في التطبيقات التي تتطلب عدد دورات محرك مرتفع. حذاف كيومبي مصمم ليركب محل الحذاف الأصلي بدون أي تعديل، ويقبل كلتش الوكالة أي من الكلتشات الرياضية المصممة على الشكل الأصلي، مصمم بالكمبيوتر ومعالج بطريقة تقنية جدا دقيقة. تم فحصه وإنجاز اختبارات شاملة لتطابق المعايير الخاصة بحذافات السباق المصنوعة بمواد من الدرجة الأولى. هذا الحذاف اللي قاعدين نتكلم عنه هذا حذاف محركات تويوتا 1JZGTE، مناسب للاستخدام الرياضي، وزنه خفيف مناسب للاستخدام مع الكلتشات الرياضية التي تعتمد التصميم الأصلي، ما راح يركب على كلتشات ما تعتمد على التصميم الأصلي لكلتشات السحب. طبعا الونجي تيرمو دفع ما هو السحب، بس احنا عندنا كلتش دفع مصمم إلى هذا الحذاف. الحذاف تقدر تركبه على الونجي، تقدر تركبه على التوجي، يعني انت إذا بتستخدم جير R154 طبيعي بتحتاج إلى حذاف مثل هذا، يركب مباشرة دون أي تعديل محركات سيارة تويوتا سوبرا 2.5 لتر تيربو 1990 إلى موديل 93. المقارنة بين حذاف كيومبي وبقية الشركات جدا متقاربة من ناحية الوزن، ونتفوق عليهم أيضا، ومتفوقين دائما وأبدا من ناحية السعر، وطبعا متفوقين من ناحية السعر بدرجة كبيرة. أنا جدا سعيد جربوه وجدا سعيد بالنتائج، ونلقاكم في حلقات أخرى. إذا عجبك الفيديو سوي لنا سبسكرايب للقناة وسوي لنا شير وفعل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله.